السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس علم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان طريقة استخراج الصور الجوية القديمة حسب تسلسلها الزمني على برنامج جوجل إيرث. سنقوم بتطبيق الشرح على هذا المثال أو هذه المنطقة. أولا نأتي إلى هنا إلى التاور جاي، نقوم بالضغط على هاتين السهمين حتى نقوم بإخفاء هذا الشريط، أضغط عليه. كذلك يمكن إخفاءه نهائيا وذلك عن طريق فيو، نقوم بإزالة علامة الصح من تاور جايد ثم إخفاؤه. الآن نأتي إلى هنا إلى رمز الساعة، نأتي إلى هذا التاريخ 2004، أضغط عليه. تلاحظون هنا ظهور هذا الشريط الخاص بالتسلسل الزمني للصور الجوية، يعني تلاحظون من هنا يبدأ من 2004 إلى غاية 2017. سنقوم بتحريك هذا السهم إلى هذا الخط، نلاحظ تغير الصورة الجوية، يعني هنا في سنة 2009 أقوم بسحبها إلى هنا، نفس الشيء 2014 سأقوم بعمل تقريب لهذه المنطقة لأنني أعرفها على أرض الواقع. هنا وجود بعض المباني وهنا كذلك، سأتي إلى هنا وأقوم بسحبها إلى 2017، نلاحظ ظهور بعض المباني المتواجدة حاليا، نفس الشيء إلى آخر تحديث وهو 10 ديسمبر أو 30 ديسمبر 2017. نلاحظ هذه آخر صورة جوية متوفرة بالنسبة لهذه المنطقة. طريقة الحفظ هي طريقة سهلة جدا. لو نأتي إلى هنا فايل سيف سيف إيميج، نأتي إلى هنا سأقوم بإخفاء تايتل والليجن سكيل والكومباس هكذا، وأتي إلى هنا أختار أي جودة ممكنة، مثلا أختار هذه الجودة وأقوم بعمل سيف، أقوم بتسمية مثلا رقم 1 سيف، أذهب إلى سطح المكتب، هذه هي الصور. أقوم بالذهاب إلى برنامج جوجل إيرث، نفس الشيء أقوم بعمل صورة قادمة أو الترجع إلى الوراء، أقوم بعمل سيف رقم 2 مثلا سيف، أذهب إلى سطح المكتب، هذه الصور. أوكي. ملاحظة، هذا التسلسل الزمني يختلف من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى. مثلا سأذهب إلى باريس بفرنسا، سيرش، أقوم بعمل زوم هكذا مثلا، ونأتي إلى هنا إلى الشريط. تلاحظون أن تاريخ أول صورة جوية هو 1943، يعني الصورة قديمة جدا. سأقوم بسحبها هنا هكذا، تلاحظون هذه يعني هنا في سنة 1949 وهنا 1943، يعني تختلف هذه العملية من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.